هذه ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه، استأذنت عليه ودخلت تشفع في هؤلاء الذين أجارتهم، فشفعها فيهم وأمنهم. وأنت إذا دخلت بيتك وإذا فيه ابنة عمك، ابنة خالك، أخت زوجتك، أحد جارات أهلك، سلم عليهم، لأن الفتنة مأمونة عندك زوجتك وأهلك وأولادك. السلام عليكم يا فلانة يا أم فلان، وتحفى عنهم عن صحتهم وعن أهلهم وذويهم، هذا من آداب الإسلام، وهذه رحم لك، مفروض أنك تسأل عنها. وأنه لو مرضت، لو كذا، توفي لها أحد، لو أصابتها مصيبة أو كذا، أنك تتصل فيها بالهاتف وتواسيها بحضرة زوجتك أو بنتك أو أختك أو غير ذلك. والناس اليوم اعتادوا الجفاء بهذا، لا الرجال يسألون عن قراباتهم وغير محارمهم من النساء، ولا النساء يبالين بذلك، حتى يجتمعن جماعة في البيت ولا واحدة تفكر تسلم أو تسأل عن الرجل، كأنه عدو. وهي إذا طلعت للسوق راحت، إن راع الذهب وتمد ذراعه له، وراع الطيب تخليه طيبة من طيبه اللي عنده اللي هو يبيع، ولا تبالي. هذا حلال، وابن العم وابن الخال حرام أنه يسلم عليه ويتعفى عنه ويطمئن إليه وكذا وكذا، مع أمن الفتنة. الممنوع الخلوة، والممنوع الخضوع بالصوت، والممنوع الكلام من الرجل اللي فيه اللي يشعر بشيء من الهوى أو شيء، هذا الممنوع. الإنسان يسلم بأدب الإسلام والشرع وبسكينة ووقار وأدب مراعاة لذوي الرحم، هذا مشروع واجب وتعيه، ولا ينبغي الاستمرار على هذه الطريقة من الجفا. يمكن الإنسان يكون له ابنة عم وابنة خال كبيرة سن، تمضي 10 سنين 20 سنة وتمرض، هي تشفى، ما أطمأن إليها ولا سأل عنها ولا شيء، لكن تسلم من غير مصافحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، وأعزم على نساء الصحابة رضي الله عنهن البيعة على الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيعهن كلاما، يقول قد بايعتكن قد بايعتكن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيع كلام فقط. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس الإنسان مخراز، مخراز شيء طويل محدد مثل المفك السكرو، فيصيب دماغه، خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له. ففرق بين المصافحة وكون المرأة تكون غير متحجبة أو تكون متحجبة لكن متبرجة بطيب وبزينة وبغير ذلك من الأمور، وبين كون الإنسان ما يسلم أبد ولا يتحفى ولا شيء، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل طرق الباب عليه بيته بعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها بزمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة بنت خويلد، أخت خديجة يعني، وصارت هي، فجاءت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، أخت زوجته. كان صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة في بيته ويقسمها ويرسل بها إلى صدائق وخليلات خديجة رضي الله عنها من النساء، وإذا رأى واحدة منهن أو مرت بها أو دخلت بيته سلم عليها كأن خديجة موجودة. هكذا ينبغي الإنسان يكون فيهم جفا مبني على الأعراف الجاهلة والعادات الموروثة المخالفة للشرع، هذا غلط.
ولا يجوز، هذا تعطيل لشيء من أحكام الشرع، هذا قطيعة للرحم، قطيعة الرحم فساد في الأرض وموجبة للعنة الله تعالى وسخطه. هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟